بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد فاز فريق أمل الأربعاء على ضيفه اتحاد الحراشة في لقاء تألق فيه زملاء المخضرم حسين أشو على حساب الكواسر الذين جاءوا إلى ملعب إسماعيل مخلوف بدون روحة. الأمل والذي تناوب على أهدافه كل من محساس بوثلجة ومزيان فوزه يبقي في المرتبة الأخيرة ب16 نقطة على بعد 10 نقاط على أولي الناجين من الهبوط. اتحاد الحراشة يعني يلعب كرة نظيفة، سينا كيفاش بريمير ميطون جيرينا الماتش تاعنا، والشوط الثاني استغلنا يعني بشويه الثقل تاع الدفاع تاعهم مع الاراده اللي كانت على اللاعبين تاعنا، ولعبنا بدون ضغط، هذا ما سمح لنا باش نفوزوا بهذا اللقاء. ان غرو ماتش اون سي توس باتو بور نو كيكيبي اون سي كو اون سي كون اي دون اون سيتواسيون ديفيسيل مي بون ماتيماتيكمون اون ني با انكور ديسوندو دونك اون اي كرو انكور ان شاء الله اون فا تو فير بور غاني ماتش ابري ماتش اي بوركوا با ربي ان شاء الله. الصفراء المكتفية بهدف وحيد لكومباسا وبخسارتها تكون قد ضيعت فرصة الصعود إلى الصف الثاني، حيث تبقى في المرتبة الخامسة ب32 نقطة وسط اعتراف العارضة الفنية التي حملت اللاعبين المسؤولية كاملة. النتيجة تاعهم ما نقولوش حنا سرقوها ولا حاجة، اي ميليت كانوا فولونتير، راطينا لعبنا، انا جو بونس حنا لاعبين، اوطو ما نقولش اوطو ستاف، اوطو لاعبين اللي مدينا المقابلة تاعنا، مع مونك دو كونسونتراسيون، انسان يحب يلعب ماشي دراهم برك في ليكيب هادي. اون فولي با ريكيبيري تري تو، اون ايتي با كونسونتري، اون اميزي لادفيسير، ايتان دوني كو لو ماتش دو فوتبول ني با فيني افان. Donc ce qui a fait que rien n'a été marché ce soir. إذن يبقى أمل الأربعاء يقدم كرة جميلة ويلعب بشرف أعظم كل الظروف في الوقت الذي تبقى سفينة الكواسر لم تجد سبيلها للبر وسط سخط الأنصار الذين بدأ صبرهم ينفذ.